متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقع ليوم الغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم في توقعات المملكة بالعاصمة الرياض وتوقعات الليلة القادمة. توقعات بأن تسود أجواء مستقرة بمشيئة الله تعالى وصافية، درجة الحرارة الدنيا بحدود 12 درجة مئوية مع نسب رطوبة أيضا تقريبا متدنية إلى متوسطة بحدود 40% في داخل العاصمة الرياض مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الخاصة بيوم الغد نبدأ معكم بالقطاع الشمالي من المملكة، أجواء صحوة مستقرة في عموم هذه المناطق، لكن هنالك ظهور لبعض التشكيلات من السحب على الارتفاعات متوسطة وعالية، درجات حرارة العظمى تتراوح ما بين 27 درجة مئوية في تبوك لتصل إلى عرار بحدود 24 درجة مئوية. ننتقل معكم الآن لتوقعات القطاع الغربي في المملكة، توقعات بتأثير ما يسمى برياح الصبا على مناطق عدة في المرتفعات المشاعر المقدسة وصولا حتى السواحل ومنطقة جدة. هذه الرياح هي رياح شرقية نشطت السرعة تعمل على إثارة الغبار والأتربة مع ارتفاع في الحارة لتصل إلى حدود 35 درجة مئوية كعظمى في مدينة جدة مع أتربة مثارة، لا سيما مع ساعات الصباح أو ساعات اليوم الأولى. في المدينة المنورة العظمى متوقعة بحدود 31 درجة مئوية، مكة المكرمة بحدود 36 درجة مئوية، تكون في الطائف ما دون حاجز 30 درجة مئوية مع أجواء أكثر اعتدالا صوب المناطق المرتفعة في القطاع الغربي. نعود معكم من توقعات القطاع الجنوبي الغربي الجبلي في المملكة، درجات حارة معتدلة أكثر اعتدالا في بداية العشرينيات درجة مئوية مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة تصل في جازان على سواحل البحر الأحمر تقريبا إلى حدود 30 درجة مئوية. توقعات القطاع الشرقي في المملكة، أجواء صحوة معتدلة مشمسة مع درجات حارة عظمى متوقعة بحدود 26 إلى 27 درجة مئوية في هذه المناطق، تصل في الدمام إلى حدود 25 درجة مئوية. توقعات المنطقة الوسطى نختتم بها، توقعات بأن تكون الأجواء فيها أيضا صحوة معتدلة مستقرة مع درجات حارة عظمى تقريبا في منتصف العشرينات درجة مئوية في كل منها. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.